سلبية من وجهة نظر الفريق المنافس وجوانب إيجابية بالتأكيد هيشتغل عليها ويحاول يركز عليها. الأهلي يعاني أعتقد على المستوى البدني بشكل كبير، كان امبارح طبعا مع الإصابات المبكرة لعيبة فيوتشر، كنت بقول في بداية الحلقة أنه معلق المباراة اللي بعتذر مرة تانية، أنا مش عارف مين اللي كان بيعلق على الماتش، لكن قال أنه بيراميدز وفيوتشر مرهقين جدا لأن هم لعبوا من أسبوع أو من 10 أيام ماتش في الكونفدرالية وماتش في دوري الأبطال. فأنا قلت لنفسي أمال الأهلي يا جماعة اللي لعب ثلاث ماتشات في الأسبوع بينتحر كرويا صحيح. تعالوا نشوف أرقام فيوتشر ونشوف كده مشوارهم السيزون ده، أهم مفاتيح اللعب، أهم اللاعبين المحترفين الموجودين عندهم. تعالوا نشوف مصطفى وبلال، طبعا دي الارقام الفنيه لفيوتشر في مسابقه الدوري بس بره الكونفدراليه اللي بيشاركوا فيها. نادي مودرن فيوتشر طبعا لعب 8 مباريات، سجل 9 اهداف، استقبل 7 اهداف من داخل المنطقه، 6 اهداف من 44 فرصه، اهداف خارج المنطقه 3 اهداف من 37 فرصه، اهداف بضربات راس 2، متوسط الفرص المؤكده 1.1، متوسط التصويب على المرمى 2.9. طبعا يعني خلينا نحط في الاعتبار بس مع الارقام دي برضو عشان نقطه نوضحها انه ليهم مؤجلات كتيره عشان بيشاركوا برضو متوسط في 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 بطوله الكونفدراليه. متوسط الاستحواذ 49%، متوسط التمرير 77.9، متوسط نجاح التمريرات طبعا بيعملوا متوسط في المباراه واحده 330 تمريره، نسبه نجاحهم او الدقه فيها تقريبا 78%. متوسط الالتحامات 55%، بوينت 4 يعني 46 من 49 التحام يعني ما اعتمدوش على العرضيات قوي يعني اعتقد ان العرضيات عندهم ما ولا الاستحواذ قوي برضه، يعني نسبه الاستحواذ مش كبيره قوي، يمكن اكتر فارماسينيو بيفكر على فكره التحولات او الكاونتر اتاك، بيجمع اقل عدد من هو بيجمع من لعب في منطقه وسط الملعب وبيحول الكره بعد كده على طرف من الاطراف، بيستغل تقدم احد الاظهره وبيلعب الكره في المساحه اللي خلف الظهير، بيقدر يشكل من خلالها خطوره كبيره جدا. دي برده ممكن تبقى قرايه مبدئيه الملامح تفكيره في ماتش بكره. تعال نشوف الهدافين في طب نشوف لاعبين اللاعبين يلا لعيبه مودرن فيوتشر. هنا بنتكلم على اللعيبه اللي ممكن تقول عليهم بيشاركوا في بناء الهجمات. غنام محمد طبعا بياتي في المركز الاول ب 44.3، وده اترجم على الارض امبارح، يعني لو ذكرت غنام محمد في ماتش امبارح طبعا هو المحرك ارتكاز ومحور لعب محور لعب هو القلب النابض لفرقه محرك الفرقه يعني هو صحيح. محور لعب فريق مودرن فيوتشر. غنام طبعا احد انتاج قطاع ناشئين بالنادي الاهلي. بعد كده نروح دي متهيألي اللعيبه دي اللي خلق الفرص، صناعه الفرص، معدل صناعه الفرص. طبعا في المركز الاول عمر كمال عبد الواحد، دي يعني يعتبر هو السوبر ستار في فريق مودرن فيوتشر واحد لاعبي منتخب مصر. في المركز الاول 10 فرص، بعد كده احمد عاطف 9 فرص، وعبد الكبير الوادي 9 فرص. دول اكتر ثلاث لعيبه صناعه فرص لفيوتشر، بيغيب منهم بكره طبعا عمر كمال عبد الواحد. بالظبط. بعد كده دي الكرات الطوليه. الكرات الطوليه طبعا بياتي برده في المركز الاول غنام محمد زي ما قلنا محور اداء فريق فيوتشر، يجي بعديه على طول باسم علي. علي اللي بيجيد العكسيات، وعمر كمان في المركز الثالث. عندنا بعد كده ده هدفين فريق فيوتشر، عمر كمال هدفين، ومروان محسن هدفين، محمود رزق هدف، ايمن الصفاقسي هدف، واحمد رفعت هدف. احمد رفعت، عمر كمال اعتقد يعني بنسبه كبيره مره حسابات الموست اسيست. وبالمناسبه ناصر ماهر ناصر ماهر خارج خارج قائمه البطوله، موجود في السعوديه. وعمر كمال مصاب بس انا لسه شايف صور تمرين في فيوتشر قبل الحلقه، كان موجود في ولكن مش هيشارك. لا بس عمر كمال مش هيشارك. عبد الكبير الوادي طبعا في الموسى اسيست. اصابات في جديد بالنسبه للعيبه اللي خرجت مصابه في محمد فاروق ومحمد عبد السلام، موقفهم زي موقف رامي زي موقف ياسر والشناوي. ممكن وممكن يعني لا بس هو يعني محمد فاروق ومحمد عبد السلام جاهزين. انا بقول لك هو زي موقفهم زي موقف الشناوي يعني وياسر يعني عندنا يعني ممكن وممكن. اصابه محمد عبد السلام يعني طبعا بنتمنى له طبعا الشفاء، لكن دفع بمحمد ربيعه اعتقد نقطه تحول كبيره جدا. الاداء اللي قدمه محمد ربيعه في المركز ده انا اعتقد ان لازم يبدا بكره يعني في التحولات والبيلد اب اللي هو كان بيستخدمها في مباراه بيراميدز، واعتقد هيعتمد بنفس طريقه اللعب بقى النادي الاهلي. بشوف كمان ان ربيعه عنده ميزه اهم من البيلد اب، عنده ميزه التايمنج، التدخلات بتاعته دايما التايمنج بتاعه مظبوط قوي في قطع الكوره،
معدل طيب خلينا بس هنيجي لطريقه اللعب وللتشكيل اللي بيفكر فيه الاثنين مديرين فنيين. تعالوا نشوف توقيت تسجيلهم للاهداف. يعني هو اول 10 دقائق طبعا معدل التسجيل الاهداف زيرو، بعد كده من الدقيقه 11 يعني خلينا نشوف المعدلات العاليه من الدقيقه 40 للدقيقه 50 هو اعلى معدل 33%، واضح ان هم اخر 5 دقائق في الشوط الاول واول 5 دقائق في الشوط الثاني، بعد كده بيعلى المعدل 22% في الدقيقه من الدقيقه 60 للدقيقه 70 ومن الدقيقه 80 للدقيقه 90. استقبال اول 10 دقائق و14% ودي برده شايف ان هي نسبه، يعني هم اول 10 دقائق مش مركزين بنسبه كبيره. بعد كده اخر تقريبا 5 دقائق في الشوط الاول 43%، وهنا برده ده يعني اعتقد بيفقدوا التركيز في بدايه المباراه وفي اخر. احنا لو حطينا كده التو سلايدز جنب بعض هنلاقي انه نفس الفتره اللي بيسجلوا فيها اعلى معدل تسجيل الاهداف هي نفس الفتره اللي اعلى معدل استقبال اهداف. ده يبين ان هم في الفتره دي بينزلوا ضاغطين، فاعتقد ان هم بيستقبلوا اهداف في الفتره ديت بيبقوا بيلعبوا بضغط عالي وبهجوم كبير فبيتحول عليهم باهداف يا اما بيصفر عن اهداف. ذاك الارقام دي كلها بتقول ان فورماسينيو مدير فني محترم. ليه؟ نمره واحد، انا مش شايف الحقيقه في كل الارقام والاحصائيات اللي احنا طلعناها سواء على مستوى الصناعه او على مستوى التسجيل او على مستوى الخطوره كمفاتيح لعب اسم واضح وصريح، يعني مفيش فكرة عنصر اللعب الجماعي. مفيش عنصر فردي تقدر تقول ان ده مصدر خطوره، ايقافه معناه انك وقفت فرقه فيوتشر، لكن في تنوع في الثلاث خطوط لعيبه في خط الدفاع زي عمر كمال، بتكلم على مشوارهم طبعا مش على السكواد اللي هيشارك بكره، زي عمر كمال في خط الدفاع، زي غنام في قلب الملعب، زي عاطف ومروان محسن في خط الهجوم، وعبد الكبير والوادي برضو ممكن احطه في التشكيله دي، لكن كلهم ارقامهم قريبه من بعض، فده معناه انه الفريق بيلعب اكتر على تكتيك او على خطه حاططها المدرب بيقدر ينفذها بشكل جيد، بالاضافه بقى لحته بتميزهم بشكل كبير جدا ان هم مستوى الفعاليه عندهم عالي جدا، يمكن ما بيوصلوش بعدد فرص كبير بالزبط. لكن نسبة اللي بيتم ترجمته أو تسجيله من عدد الفرص دي كبير جدا. مباراة سيراميكا أحمد في 8 ماتشات في 8 ماتشات لعبها فيوتشر أهدروا 5 فرص فقط. مباراة سيراميكا انتهت 1-1، فيوتشر وصل بكرة واحدة بس أحرزها هدف. يعني كرة واحدة بس عرضية عملها عمر كمال لمروان محسن سجل بيها هدف وما راحوش تاني عند مرمى سيراميكا، فهو فعلا زي ما أنت بتقول هم بيوصلوا ممكن يكون ما بيوصلوش كتير ولكن لما بيوصلوا بيشكلوا خطورة أو غالبا بيسجلوا. وكمان هم بينجحوا أكتر مع الفرق اللي بتهاجمهم. يعني الفرق اللي بتهاجمهم لأن هم بيعتمدوا دايما على التحولات. فأي فريق بيهاجمهم فأعتقد التحولات هتبقى بالنسبة لهم مهمة جدا وبيقدروا يستفيدوا منها إن يقدروا يحرزوا منها أهداف، لكن هم مش فريق بيقدر يحضر وبيعمل هجمات، عشان كده غنام نسبة الكرات الطولية هو أو باسم علي كانت كبيرة، كبيرة جدا، لأن هم دايما بيعتمدوا على التحولات سواء بالكرات العكسيات أو الكرات الطولية. غنام إنك تعطله أو توقفه أو تحطه طبعا. يعني تحجمه في الملعب أعتقد هتشل الى حد كبير هتعطل قدرات فيوتشر في بناء الهجمه. وفي كمان غنام عنده ميزه اضافيه كمان، يعني بجانب ان هو بيعرف يجمع اللعب في منطقه الوسط وبيعرف يطلع بالكوره من بيستلم بظهره كويس او من الثنائي الدفاعي، غنام مميز في التصويبات بشكل كبير جدا، بيجيد عمليه التصويب، بيجيد عمليه التكمله الهجوميه داخل منطقه الجزاء في صوره بتشابه شويه اداء حمدي فتحي الموسم الماضي، بيقدر يعمل التكمله ويستغل الكرات العرضيه اللي بتتلعب خلف المدافعين سواء عرضيات متحركة أو عرضيات ثابتة بجانب إجادته للتصويب من خارج منطقة الجزاء. طيب نشوف معاكم مشوارهم بقى ونتائجهم وأرقامهم في بطولة الكونفدرالية، المفترض أنها طبعا أصعب إلى حد ما، هو طبعا مع الاتحاد العاصمة متصدر. يعني اتحاد العاصمة طبعا بيأتي في المركز الأول برصيد 10 نقاط، بيجي بعديه مودرن فيوتشر، الاثنين تأكد تقريبا صعودهم خلاص. لا لسه فاضل يعني جولتين بشكل كبير، احنا بنتكلم يعني بشكل كبير طبعا لأن الفرقتين اللي بعديهم الهلال الليبي هو مكسب واحد لفيوتشر من الماتشين اللي فاضلين يوصل. يعني هو الفرقتين التانيين كله فريق عنده 3 نقاط، لكن لو فيوتشر خسر ماتشين وفرقة من اللي تحت كسبت ماتشين ده صعب، يعني احنا بنتكلم في يعني منطقيا الاثنين تقريبا هم الأقرب للصعود. اتحاد العاصمة طبعا قدر يفوز على مودرن فيوتشر في الجزائر، ومودرن فيوتشر تعادل مع اتحاد العاصمة هنا في القاهرة 1-1. دي خبرات برضو أعتقد المواجهات الإفريقية وإنك تلعب في ملعب للسنة الثانية كمان على التوالي بيشاركوا في الكونفدرالية، فأكيد اكتسبوا يعني صفات مهمة جدا في المباريات الكبيرة أكيد. طيب خليني أروح
لنقطة مهمة جدا. الأهلي لديه من الدوافع الكثير، يعني واحد تقدمت عروض قوية جدا جدا في كأس عالم الأندية، كأس عالم الأندية ظهرت بمستوى أكثر من رائع. طيب خلينا نخلص نقفل ملف فيوتشر عشان مجهز لنا نقاط القوة والضعف. تمام يلا نشوف مع حضراتكم اهم نقاط القوه والضعف والحالات اللي جاهزه. انا احنا سريعا ده ماتش ايه؟ مباراة فيوتشر، دي مباراة الاهلي وسيراميكا، دي مباراة الاهلي وسيراميكا. بص يا احمد انا عامل علامه على الدقائق دي، 94 كره ملعوبه من نتيجة لسه احمد قندوسي، كره ملعوبه مميزه جدا من احمد قندوسي بين الاثنين ياسر ومحمد عبد المنعم، تحرك يعني اكتر من رائع لمحمد عبد المنعم في قطع الكره اللي كانت هتخلي لا اللي قطع الكره محمد عبد المنعم، لا ياسر، وكان ياسر خرج كان ربيعه ومحمد عبد المنعم مع بعض، محمد عبد المنعم قطع الكره هنا بشكل معلش بالمناسبه عشان انت وقفتني مع ياسر، ياسر لا يعني انا هنقف يعني عنده في لقطه تاريخيه تبين قد ايه ياسر، بس بعد ما معايا لقطه ياسر عالمي، ياسر مونديالي صحيح، يعني ياسر في المونديال لعيب عالمي، هنرجع وياسر من اللعيبه، بص يعني في لعيبه كتيره جدا نجوم ولاعيبه كوره وما فيش شك في امكانياته، لكن دايما لما بيجي من بعيد او يبقى بره السكواد لفتره او يبقى راجع من اصابه ما بتبقاش مستني منه ال 100%. ياسر اللعيبه اللي بترجع كانه ما خرجش من الملعب، مظبوط، عنده روح بتعوض لو في نقص في النواحي البدنيه او النواحي الفنيه، الروح اللي موجوده عنده كوره تطلع في ارضيه الملعب، بصراحة يعني أنا بشوف إنه حقيقة قدم مستويات عظيمة جدا مع الأهلي بالذات في الفترة الأخيرة ومع مارسيل كولر. نرجع بس هنرجع لحالات الهدف بس السريعة، شوف احنا بنتكلم في ياسر وهو برضه عايز يرجع، هو عايز يرجع للحالات عشان يحب يمسك المايك ما يمشي بالتنسيق بس أنا أحب أبقى منظم. بص لا معلش نرجع بس الأول للكرة اللي قبل دي على طول، دي الكرة يا أحمد زي ما بقول لك القندوسي كان لاعبها في العمق ما بين ربيعة وما بين محمد عبد المنعم، هنا تدخل أكتر من رائع لمحمد عبد المنعم، قطع الكرة في الكرة دي وبرؤية مميزه جدا لمحمد عبد المنعم، شايف لعب الكره في ظهر اللاعب سيراميكا هنا لمودست، بص الكره اللي بعدها على طول انتوني مودست سندها لامام عاشور، بص ده الشكل الهجومي يا احمد في الحاله في التوقيت اللي احنا بنتكلم في الدقيقه 94. أيوه. استلم مودست سندها لامام عاشور، الكره اللي بعد كده بص يا احمد ده الشكل اللي قدام امام عاشور، لو اي لاعب غير امام عاشور عمره ما هياخد القرار اللي خده امام، وهو لاعب مباريات كاس العالم تقريبا كلها، لاعب مباراه زي النهارده في الدقيقه 94 وياخد قرار ان هو يستغل المساحه الكبيره اللي قدامه دي بمجهود فردي لحد ما يصل لداخل منطقه الجزاء، وتكافئوا الكوره زي ما هو حتى اعلن في بعد المباراه وقال توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان معايا ان الكوره ارتطمت بقدم لاعب سيراميكا ودخلت هدف، ده هدف مميز جدا نتج عن انا جايب الهدف ده حالتين، الشغل الفردي لمحمد عبد المنعم والشغل الفردي لامام عاشور، ودوت اللي بيميز بعض المباريات او بيديك الافضليه في بعض المباريات، لازم يبقى في تدخل او حل فردي. خد بالك انت بتتكلم على كواليتي، سيبك من لعيب ولا مش لعيب، لكن قماشه امام يعني اللي يفتكر واحنا رايحين لامم افريقيا، امم افريقيا الاخرانيه نهائي البطوله تحديدا لما كيروش راهن على امام في مركز الباك رايت على مين؟ على ساديو ماني، كان افضل لاعب في المباراه، فانت بتتكلم على مركز دفاعي على واحد من اهم واتقل مهاجمين في القاره، فادى جيم 10 على 10. لما بتتكلم على النواحي الهجوميه بتتكلم على لعيب، انا بشوف ان توظيف امام كجناح ابدا عمره مش ممكن، يعني ما يكونش لعبها قبل كده مع الحرس، ولعبها قبل كده مع الحرس، فبالتالي انت بتتكلم على لعيب يملك كواليتي دفاع وهجوم، من النادر انك تلاقي لعيب يجمع عشان كده دايما يا احمد احنا دايما بنتكلم ودايما بنقول ان امام كواليتي مختلف تماما، مع احترامنا الكامل للعيبه، ولكن امام نوعيه لاعب زي محمد عبد المنعم بالظبط، ويمكن الاثنين دول اللي عملوا لك الفارق وادوا لك الافضليه من كوره كانت خطر على مرماك في الدقيقه 94 لكوره كسبتك مباراه وصعدتك فاينل بحاجه واحده بس، الحته الفرديه، ان انت ده كواليتي مختلف عن باقي اللعيبه. سريعا اللي بعد كده، الصورتين اللي بعد كده، تدي فرصه لاخوك خلاص، هو هي دي، ده الشكل عامه، ده الشكل الدفاعي لفريق فيوتشر، انا جايب ان هم بيلعبوا 10 تحت الكوره دايما في كل اوقات المباراه بيعتمدوا على التحولات، اهو ده الشكل يا احمد، ده ال10 لعيبه بتوع فيوتشر كلهم موجودين في الثلث الدفاعي، ده الشكل اللي انت هتشوفه طول اوقات المباراه. دي كوره برده، دي كوره انا جايبها ثانيه، ده باسم علي دايما بص دايما باسم علي يعني انا بيضم لجوه دايما، وده هيدي مساحه كبيره جدا وخطوره كبيره جدا ان شاء الله للشحات، ولامام عاشور هيستغلوا الجانب الايسر كما يجب، دي طبعا ده انفراد عاطف امبارح، ده دي التحولات اللي بيعتمد عليها، مش عارف ليه انا مصمم امبارح
في حالات ثانيه عدي الفرصه عدي الفرصه عطف بالمناسبه في المساحات لعيب في منتهى الخطوره جدا. لا هو مزعج جدا ومتحرك كتير قوي، عنده سوء فينش يعني دايما الفينش عنده مش هو محتاج تركيز دايما في الفينش الاخير لان هو بيوصل كتير جدا جدا ومزعج، وحتى في اكتر من مباراه في الدوري المصري بيوصل لكن بيضيع الاقرب انه يتوظف كجناح في ماتش بكره. لا طبعا ده هو كان مضطر على الدك يعني ما تعتقدش انه هيبدا. لا يعني ما اعتقدش انه ممكن يبدا لكن هو خد بالك برضه غياب رفعت وناصر ماهر ومحمد فاروق لو مش جاهز يعني لو مش جاهز اعتقد، وعمر كمال عبد الواحد بس عمر كمال ورا يعني بتكلم على خط هجوم الفريق اعتقد مؤثر جدا مؤثرين طبعا جدا. لكن هو هنا اضطر يلعب احمد عاطف كجناح عشان هو كان عايز يحافظ على طريقه لعب كالتحولات ان هو ينجح في الكره زي دي، كان فعلا لو كانت نجحت كان هيبقى طبعا وصلت مرتين عملوها مرتين.